لسه مكملين حلقتنا وستات ما عرفوش يكذبوا بس بيعرفوا يكسبوا جوائز وبيعرفوا يشتغلوا على نفسهم كويس. هو العنوان الكبير هي لجوائز الدولة التشجيعية السنة دي هو التفوق النسائي، تفوق نسائي في كل الفروع في كل المجالات، من اول اقتصاد مرورا بالاجتماع انتهاء بالاداب والعلوم الثقافه. جهد كبير جدا للمراه المصريه في كل المجالات، طبعا الجهد اكيد بيكلل بالتقدير وبالجوائز. في الفقره دي مش هنتكلم عن الجوائز قد ما هنحاول ان احنا نعرف ايه القصص ورا الجوائز، قد ايه كان في تعب وجهد واصرار وصبر، قد ايه كانت المعاناه، البدايات كانت منين والمشوار كان ازاي، وازاي الجوائز والتقدير ده اثر على الفائزات. مع ضيوفنا في استوديو ستات ما عرفوش يكذبوا النهارده الدكتوره ولاء الزناري الفائزه بجائزه الدوله التشجيعيه في فرع الثقافه العلميه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. والأستاذة سهى سعيد الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية فرع العلوم الاجتماعية. أهلا وسهلا. أهلا بك. وكمان الأستاذة باسنت عادل الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية في فرع الترجمة العربية. أهلا بك. أهلا وسهلا بيكم ومبروك جائزة الدولة التشجيعية والتقديرية، ويعني مجهود من شباب البنات، يعني عايزة أقول صغننين في السن. عايزة أتعرف على كل واحد عمل إيه. دكتورة ولاء الزناري عن بحث علمي عن استخدام النانو تكنولوجي، كلمينا عنه. أولا أنا سعيدة جدا أن أنا مع حضراتكم النهاردة. هو كان البحث مشاركة ما بين جامعة القاهرة وما بين المركز القومي للبحوث. الهدف ما كان من البحث بتاعنا ان احنا بنحاول نلاقي مشكلة لمشاكل البيئة بتاعتنا، ونحول الحاجات اللي بالنسبة لنا هي مشاكل لحاجة فيها بروفيت او حاجة فيها جين. احنا هنحول المشكلة لحاجة نقدر بالضبط كده نقدر نستفيد منها. البحث كان عبارة عن فكرة ابتدت من المشاكل اللي بيقابلوها الناس جوه محطات المية ومحطات التنقية، لقينا ان في ثلاث محافظات في مصر اللي هم القاهره والجيزه والاسكندريه من اكبر الثلاث محافظات، تقريبا عملوا حوالي 2 مليون طن من الصرف الصحي. المتر المكعب الواحد عشان نتخلص من الصرف الصحي دول حوالي 10,000 جنيه. طبعا تكلفه كبيره جدا، وقت وجهد، الى جانب ان ده يعتبر بالنسبه لنا خساره. الفكره اللي كانت قايم عليها المشروع او البحث ان احنا نحول الصرف الصحي ده، مش بس ان احنا نتخلص منه، لا احنا كمان هنحوله لوقود ينفع ان هو يستخدم كغاز طبيعي جوه المنازل. الفكره اللي كلنا كنا بنفكر بيها او بنحلم بيها كلنا كتيم مكون من عده افراد، ان احنا الصرف الصحي بتاع كل بيت بدل ما هو او بتاع كل محطه بدل ما هو حاجه بالنسبه لنا مسببه مشكله كبيره في الدوله ضد التنميه المستدامه ضد كل اهداف الاستراتيجيه بتاعت الدوله بتاعتنا، احنا هناخد الصرف الصحي اللي طالع بالمخلفات دي بدل ما هنصرف عشان نشيلها، احنا هنطلع منها غاز طبيعي يستخدموه ككهرباء وحرارة وإنارة وكل حاجة للبيت. لو احنا لو قدرنا نعمل كده في كل بيت في مصر أو كل مصنع في مصر، احنا هنوفر طاقة، هناخد طاقة متجددة، هنبعد عن التلوث، هيبقى ليها فوائد كتير جدا. طب دي فكرة عظيمة وكلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه، بس طب ما هو ايه المانع ان احنا ننفذ؟ هرجع لك في ايه المانع، بس بعد ما نروح استاذه سهى كمان. وجائزه الدوله التقديريه يا استاذه سهى كانت عن الاداب، مظبوط؟ جائزه الدوله التشجيعيه عن سلسله نجوم ماسبيرو يتحدثون. نجوم ماسبيرو، انت بداتي فين من في مشوار ماسبيرو، من فين لفين؟ اولا سعيده جدا ان انا معاكم طبعا وسط زملائي، يعني بقول لهم مبروك على الجائزه برضو. هي فكره مشروع توثيق رواد ونجوم ماسبيرو، دي سلسله حوارات في البدايه خالص عملتها من حوالي 6 سنين ونص على صفحات مجله الاذاعه والتلفزيون بدعم طبعا من رئيس التحرير. بداتي من 6 سنين ونص؟ اه. فكره السلسله او مشروع التوثيق من خلال سلسله حوارات انا بعملها. جات لك منين الالهام؟ جه منين الهام؟ جه منين فكره؟ زي ما انت طبعا انت بنت ماسبيرو فعارفه فكره ان انا عندنا انتماء كبير قوي لهذا المبنى. يعني انا كنت بتدرب فيه اثناء دراستي في كليه الاعلام، وقابلت مذيعات ومخرجات ومخرجين طبعا. فبدات في مجال العمل الصحفي حسيت ان احنا يعني عندي شغف كبير قوي وعندي حماس اللي انا عايزه اقابل الناس اللي شكلت وجداننا وشكلت عقولنا وفعلا غرزت فينا جزء كبير قوي من انتمائنا للوطن. يعني فانا حبيت ان انا التقي بيهم، الناس اللي شكلت ثقافتنا وعقلنا. يعني زي مين يعني؟ يا بص انا حاورت يمكن من خلال المشروع ده كله 90 شخصيه، يمكن كنت محظوظه فعلا جدا ان انا قابلت الجيل الرواد الاوائل خالص، يعني بدايه من الناس اللي اسسوا هذا المبنى العملاق. يمكن شعوري بالجائزه يمكن يعني سعاده كبيره قوي اللي هو بيتوج مجهود
مجهود كبير اوكي، بس في نفس الوقت اللي جات لي في يوم مناسبه عيد الاعلاميين 89 فده كان بيضاعف يعني شعوري بالفرحه يعني. صحيح. فالناس اللي حاورتها مجموعه كبيره قوي من الاوائل يعني، مثلا يعني مثلاً. لو بنتكلم على رواد الاذاعه يعني بدايه من الاستاذ فهمي عمر، استاذ طبعا. عمر بطيشه طبعا. استاذه ايناس جوهر، يمكن استاذه حكمه شربيني، الدكتوره دوريه شرف الدين. الحوار كان حوار دقيق جدا وحوار مفصل، انا بتكلم بشكل عام في البدايه عن النشاه ودراستهم وازاي التحقوا بالعمل. مين اكتر شخصيه يا سهى فاجئتك؟ لا كتير قوي، يمكن انا اتفاجئتي بابعاد يمكن مش بس مهنيه، بابعاد انسانيه في شخصيتها كانت بالنسبه لك ملفته جدا او مفاجاه. بصي النجم سمير صبري يمكن انا كنت، والاستاذ فهمي عمر ايضا يعني. بصي كتير قوي يمكن اندهشت من لقائي معاهم، اللي انا طلعت منهم حاجات او كواليس فعلا واسرار احنا كنا مش عارفينها عن مشوارهم الاعلامي بشكل كبير جدا. يعني نجم سمير صبري يمكن كان حواري هو حتى الله يرحمه، كنا لسه بنحيي ذكراه 20 مايو والذكرى الاولى. هو كان معايا في الجزء الثالث اللي حصلت عليه في الجائزه برده. كنا بنتكلم عن رحلته في ماسبيرو، يعني ما حدش ينسى طبعا النادي الدولي. بصي الصوره دي يا سهى، الصوره هي مع سمير ده كان في مكتبه على فكره. اصل سمير صبري يعني مش بس نجم اذاعه، ده نجم كل حاجه يعني، فن واعلام وكل حاجه. فهو اعجب على فكره جدا بالفكره يعني، حتى معظم على فكره الشخصيات حقيقي اللي انا قابلتهم اعجبوا بفكره التوثيق يعني، من خلال سلسله حوارات بتنشر على صفحات مجله ثم توثق في سلسله من الكتب يعني. الحمد لله هم حصلت حتى على شهادات بخط الايد منهم على فكره اهميه التوثيق يعني. طيب هنرجع لك مره تانية وعن المشاريع اللي جايه، بس اسمحي لي اروح لباسنت والترجمه. انت جائزه الدوله التشجيعيه كانت في الترجمه، واخترتي روايه معينه عشان تترجميها. اولا اشمعنى الروايه دي؟ ليه اختيارك للروايه دي تحديدا؟ وان يجي حد مش فاهم فيقول لك هو يعني الترجمه دي شغلانه، ما انا ممكن اخد اي روايه احطها على جوجل تترجم وبكده اترجمت خلاص، فين الفكره يعني؟ احنا عايزين نوضح بس للناس انه الترجمه دي حاجه مهمه جدا وبتفرق كتير جدا في انفتاح الثقافات وانفتاح الشعوب على بعضها. اولا انا عايزه اقول ان انا سعيده بوجودي معاكم، ومبروك لزمايلي اللي معايا. هي الترجمه مش نقل حرف يعني، هو انت لما تحط الترجمه على جوجل هو هيترجمها لك، بس انت ممكن تكون الترجمه مش مظبوطه، مش نقل لك الجو بتاع الروايه نفسه، مش يعني انت مش حاسه بالاجواء، مش حاسه بال، بنسميها ترجمه حرفيه بالظبط كده. ممكن احيانا بتبقى غلط في كلماتنا العربيه كمان بالظبط، يعني تديكي 100 معنى، وممكن يعني في يعني الترجمه ما بتبقاش دقيقه، فانت اصلا ما بتبقيش فاهمه حاجه، ويعني صحيح. فالترجمه دي انت بتحاولي تنقلي الجو، بتحاولي تنقلي التقاليد، بتحاولي يعني ايه، مش عايزه اقول احنا بنمسترها، بس يعني ايه، بنحاول ان القارئ لما يجي يقرا يبقى اوريدي فاهم اللغه بتاعتها، اللغه او يعني واصله له. مثلا انا بترجم من الفرنسيه، فشايف مثلا القصر الفرنساوي اللي انا بترجم عنه، شايف الشخصيات، حاسس بالجو. وفي نفس الوقت هو بيقرا، هو مستمتع، هو مش بيقرا صفحه جورنان يعني. ف هي عميان بافيا 700 هي تلخيص للاستعمار الفرنسي. هو كان الاستعمار الفرنساوي ايام الاستعمار الفرنساوي كان في الذبابه اللي هي التيسي بتسبب مرض العمى، مرض النوم قصدي، سوري، مرض النوم. وهم حاولوا يعالجوا مرض النوم ده، فعالجوهم بادويه غلط فتسبب في العمى. فبقى اللي هي روايه العميان، ودي روايه مشهوره جدا يمكن ترجمت لكذا لغه. وصلوا 700 اعمى، وبعدين بقى حصل تمرد وحرقوا المراكز العلاجيه طيب انا عايزه بس اروح لمنطقه حساسه شويه، معلش يا بسنت اذا سمحتي لي، انت اخذتي الجايزه امتى بالظبط؟ يعني ايه امتى؟ لسه الاسبوع اللي فات. اه مظبوط. يعني معنى الكلام ده لما كنت انت بتشتغلي على الروايه والترجمه كانت والدتك، انا اسفه، في ايامها الاخيره، وهي اتوفت من شهرين. لا هي يعني انا خلصت الترجمه من سنه تقريبا. هي كانت موجوده ولسه عايشه، بس تمام. فكره ان انا بقى اقدم للجائزه واخدها اصلا. طب وانتي بتاخدي الجائزه كان نفسك تكون هي موجوده معاكي اكيد. لان انا برضو كنت يعني حاسه ان هي برضو الفضل في ان انا اعرف فرنساوي، الفضل يرجع لها، هي اللي كانت بتذاكر لي وهي اللي كانت بتساعدني. فحسيت رحمة الله عليها. فحسيت اللي هو طب ما انا عايزاكي بقى تشوفي بنتك دي وصلت لايه دلوقتي. بس يعني الله يرحمها. الله يرحمها اكيد. هي حاسه بيكي واكيد فرحانه علشانك، واكيد بتتمنى لك ان دي خطوه مهمه. وبعدين انا كنت عامل في ابني وانا بشتغل في
في الروايه وهو اتولد دلوقتي عنده سنتين، فانا برضو حسيت ان ده وش ابني عليا. جميل، وش حلو عليكي دايما يا رب. طب ربنا هو جه نور فعلا في الحياه. طيب عايزه ارجع لدكتور ولاء، وفكره انه كثير من التكريمات السنه دي كمان بتشجع المراه، في رايك انت شايفه ده ايه؟ انا شايفه ان المراه المصريه طول عمرها ثابته مكانها، قادره تحقق انجازات من ايام العصر الفرعوني ايام نفرتيتي وحتشبسوت، مرورا بدكتوره سميره موسى في البدايات، لكن كان في مرورا بدكتوره سميره موسى او العالمه الضاره المصريه، لحد النهارده يعني المصريات بياخذوا كل المجالات جوه مصر وبره مصر. بقى عندنا عمده في الكليات سيدات طبعا، عندنا وزراء، بقى عندنا سفراء، بقى عندنا اول كابتن طيار واول سواقه مترو انفاق، ستات خلاص قادمون او بقوا اوريدي على الساحه. سكوتي سكوتي مش بتسوق كمان لوادر ومقطورات، بتعمل كل حاجه، بيجوا هنا عندنا ستات اللي حاجه جميله تشرف في البيت يعني. مع اولاد وتطبخ وتذاكر وتشتغل، هي مالتي فانكشن اللي متعدده الوظائف. اخطبوط تقدر تعمل كل حاجه. ايوه هي دي على فكره الخصائص دي موجوده في الستات بشكل عام، بس في الست المصريه بشكل خاص. ما تفهميش بقى جينات، تفهمي ايه الحكايه، بس هي ليها تكوين كده مختلف. في رايك سوها برضو عايزين نفس نعرف نفس الكلام اللي قالته دكتور ولاء. يعني بحس المراه المصريه يعني، بس انا حاسه احنا جيلنا يمكن اتكلم عن جيل، يعني هي حتى دكتور ولاء اتكلمت على الناس فعلا العظام القدام، بس احنا جيلنا عندنا حماس، يعني حاسه ان احنا عندنا حماس نثبت نفسنا في كل حاجه. يعني حتى يعني انا مثلا في مجال الصحافه او الاعلام عندي حماس طول الوقت اللي انا اثبت نفسي في مكاني او في الجزئيه اللي انا ربنا اراد اللي انا ابقى فيها. يعني في أي لو هضرب مثلا على نفسي فكره مشروع التوثيق ده، على فكره يعني الناس اللي حواليا هم اللي شجعوني اقدم للجائزه، يعني كبار الصحفيين او النقاد اللي كتبوا عن هذا المشروع، لانه بالفعل شايفين في نساء بتكرم في السنوات الاخيره بشكل كبير، وفي اراده سياسيه صحيح لرفع المراه لمكانتها اللي تستحقها الحقيقه. صحيح، فده انت بتحلمي بحاجه هتتحقق على ارض الواقع. يعني فتحوا المجال اللي احنا لا عندك حماسه، عندك في وقت فعلا او فرصه ان انت تثبتي نفسك، لا هتلاقي مردود. ده نتيجه الاجواء اللي احنا عايشين فيها يمكن الفتره الحاليه يعني. طيب باسنت، انت ترجمتي الروايه او القصه دي، اكيد عندك في ذهنك مشروع جاي. ما فكره ان انت تبلغتي ان انت هتحصلي على جائزه الدوله التشجيعيه ان شاء الله، اكيد ده يعني خلاص يعني بدا ان هو يحفزك ان انت تعملي جديد او تفكري في اللي جاي. هو انا الروايه دي تقريبا يعني الكتاب ده رقم 8 في يعني مش 8 رقم 14 في من شغل الترجمه. انا بدات الترجمه من سنه 2010 فده يعتبر مثلا الكتاب رقم 14 13 يعني بقالي 13 سنه في المجال. ما شاء الله، صغر سنك يعني ما شاء الله 38 سنه ما شاء الله. طب انت ايه بتختاري الروايه على اساس ايه؟ هو انا بالنسبه للروايه اللي انا اتكرمت عليها، كنت رحت سنه 2016 توجو في معسكر تبادل ثقافي مع جمعيه لقاء للتضامن العمل الاجتماعي. ولما رحت حسيت اللي هو احنا طول الوقت افريقيا، بس انا حاسه ان انا ولا يعني عندي جهل بالعادات والتقاليد بتاعتهم، يعني اتفاجئت بحاجات كده. فحسيت اللي هو بعد ما رجعت بقى انا عايزه اقرا وعايزه يعني ابقى اكثر ثقافه واكثر الماما بالقاره اللي احنا عايشين فيها دي. فده اللي شجعني اكتر ان انا اترجم الروايه دي. طب اخترتي الروايه الجايه؟ هو انا حاليا شغاله على كتاب بيتكلم على اسطيري البابليه والسومريه. اوكي، ليه اخترتي الثقافه دي؟ حسيت ان هي بقى ايه يعني ممكن نروح شويه لقاره اسيا، يعني بقى بنحاول نغطي افريقيا اسيا غطينا قبل كده. عندك هدف ان انت تغطي القارات كلها؟ انا كده اريد. انا كنت ترجمت حاجات فرنساوي وحاجات من بلجيكا، فبالنسبه لي كان في جزء قاره اوروبيه، بعد كده في قاره افريقيه، بعد كده في قاره اسيا. ما شاء الله تستاهلي. دكتور ولاء، انت عامله نشرتي 60 بحث دولي وخمس كتب علميه تقريبا، كلمينا عن ابرز الحاجات فيها اللي تحبي تكلمينا عنها. هو المجال بتاعنا، هو انا اصلا تخصصي كيمياء تمام، فاحنا المجال بتاعنا بيتعلق بان احنا بنعمل زي تصميم لمواد بتحل مشاكل، فاحنا شغالين على المشاكل المجتمعيه الموجوده عندنا. في بدايه الشغل بتاعنا كنا بنشتغل على انتاج مواد تنفع انها تستخدم كادويه او لعلاج مشاكل معينه. زي ايه مشاكل؟ زي ايه مثلا؟ يعني كنا بنشتغل على ادويه ممكن تنفع على علاج الكانسر، اللي هو احنا بنعمل الماده اللي يبدا عليها الدكتور او الصيدلي يشتغل ويكمل الشغل بتاعه عشان يوصل لدواء ينزل للسوق المصري. طب ده جميل، يبقى صناعه مصريه بالظبط كده. بعد كده بدانا نتجه بعد يعني ظهور علم النانو تكنولوجي او انتشاره في مصر، ان هو طبعا ظاهر بقاله كتير وان الناس كلها بدات تشتغل فيه واحنا بدانا نشتغل فيه، بدانا نشتغل على الاهداف بتاعه التنميه المستدامه بتاعتنا سواء الميه او الطاقه.
فبدانا نشتغل على ان احنا نحول بقى المواد بتاعتنا دي لان احنا نستخدمها كفلاتر، كانتاج للوقود، كحلول للمشاكل الخلايا الشمسيه. يعني احنا نعتبر احنا كاننا ديزاينر، زي الديزاينر اللي بيفصل الفستان، احنا الديزاينر اللي بيفصل المواد اللي ممكن يستخدموها في علاج مشاكل مجتمعيه كتير. طبعا في اعمده كتير ورواد كتير في مجال النانو تكنولوجي في العالم طبعاً. بشكل عام وفي مصر بشكل خاص. طب يمكن رائد النانو تكنولوجي في العالم دكتور احمد زويل، واعتقد انه في كمان اساتذه كتير انت من ضمنهم دكتور بتشتغل. انت قابلتي دكتور زويل قبل كده؟ لا للاسف ما سمحتليش الفرصه. بس انت ما شاء الله واخده خطاه، يعني انت تصنفتي من ضمن قائمه ستانفورد الامريكي من ضمن افضل 2% من العلماء حول العالم. ما شاء الله. هي دي كانت قائمه تصنيف امريكي عملوا ان احنا نبدا نصنف، بدل ما بنصنف جامعات او بنصنف ذو، احنا هنبدا نصنف العلماء. والحمد لله هو انا ما كنتش الشخص الوحيد، احنا كنا 36 عالم من كليه علوم جامعه القاهره. الكليه بتاعتنا تعتبر من اوائل الكليات اللي بتطلع علماء وابحاث علمي في جامعه القاهره جدا. جامعه واحده. طبعا كنا 36 كبير. عالم وكنت بأشرف ان انا واحده منهم. ما شاء الله ستاتك وبناتك يا مصر حاجه تفرح. انا هجيلك تاني بس روح لسها. طيب مين من رواد العمل الاعلامي والاذاعي انت طبعا استضفتي بتقولي ما يقرب من 90 شخصيه، مين اللي انت ما حلفكيش الحظ ان انت تعملي حوار معاه، سواء لان هو رحل او لانه كان في ظروف منعت ده، ومين اللي نفسك تعملي معاه حوار في الفتره اللي جايه؟ بصي، هو يمكن من خلال 90 شخصيه، يعني حقيقه انا فخوره ان انا قابلت حتى الناس الكبيره قوي اللي يعني قامات اعلاميه كبيره جدا فعلا، يعني حتى ساهمت في عمل او اسست قواعد العمل الاعلامي في مصر والوطن العربي. بصي، فكره الناس اللي رحلت عن عالمنا دي كانت موجوده معايا ودخلتها في مشروع نجوم ماسبيرو يتحدثون، بدايه من الجزء الاول اللي صدر عام 19. قابلت مثلا الاستاذه رضوى ابنه راحله المذيعه الجميله سلوى حجازي، بوثق مشوارها من خلال حواري مع بنتها، وحصلت على تصريحات مهمه جدا. بدات ايضا قابلت زوجه وابنه الاعلام الراحل الكبير استاذ احمد فراج، ده كان معايا في الجزء الرابع اللي صدر في معرض الكتاب الماضي. فانا بحاول الناس اللي رحلت عن عالمنا اللي انا اوثق مشوارهم من خلال اسرهم وابنائهم. فالمشروع ده الحمد لله في ذهني، وبدات حتى اعمل مجموعه حوارات ولسه ان شاء الله هوثقها في الجزء الخامس. انت بتعملي عمل مهم، يعني بتشجعي حتى العائلات تبتدي تفتش وتدور. صحيح. وتتكلم عنهم اللي ممكن كان يروح بذهاب الاعلامي الكبير. صحيح. انا فعلا زي ما حكي يا استاذه منى بتقولي، بس انا عايزه اوجه شكر يمكن اللي دعمني في المشروع ده، يعني بدايه من والدتي ربنا يديها الصحه، انا بهدلها الجائزه دي حقيقي، وبهدي الجائزه طبعا لمجله الاذاعه والتلفزيون رئيس تحرير استاذ خالد حنفي، هو اللي شجعني فعلا لعمل هذا المشروع على صفحات المجله. ده جايزه على فكره، جايزه افضل حوار صحفي عن الجزء الثاني اللي انا خدت عليه جايزه الدوله التشجيعيه. ده كانت 2020 عن السلسله الثانيه، ودي جايزه من دار الكتب والوثائق الحمد لله في عيد الاذاعه، يوم الاذاعه العالمي اللي كان في فبراير اللي فات، بمناسبه برضو نجوم ماسبيرو. ده هنا ندوه نجمات ماسبيرو عملناها في شهر المراه في ساقيه الصاوي، طبعا بحضور مجموعه كبيره جدا من نجمات ماسبيرو. كان مين اهمهم بقى؟ استاذه هلا ابو عالم، استاذه فاطمه فؤاد، استاذه ماما عفاف الهلاوي طبعا سينما الاطفال، كان معايا دكتور منى الحديدي اللي بشكرها حقيقي، استاذه الاعلام وعضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام طبعا. هي عملت لي مقدمه الطبعه الثانيه من الجزء الاول فبشكرها طبعا. معايا مجموعه كتيره قوي، عايزه اشكر كل استاذ اعلام اشاد بالفكره وكل صحفي كتب، يعني بشكر الاستاذ رشاد كامل رئيس تحرير صباح الخير الاسبق، كتب عده مقالات عن هذا المشروع بشكره عليه. بشكر طبعا استاذه ماجده موريس اللي هي اطلقت عليه فكره طبعا. مشروع توثيقي وحتى صحيح. طبعا هي كتبت لي طبعا الجزء مقدمه الجزء الرابع، فبشكر كل حد دعمني. على فكره المشوار ما كانش سهل قوي أكيد. بس انا سعيده ان انا قابلت فعلا قامات اعلاميه كبيره جدا، ويعني فعلا اللي اسسوا ماسبيرو، مبنى ماسبيرو العملاق يعني. تمام. طبعا شكر موصول طبعا مننا لكل الاعلاميين العظماء طبعاً. الحقيقه اللي بيفاجئونا دايما طول الوقت بابعاد انسانيه وابعاد مهنيه مهمه في مشوارهم. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ايه هي قصه الجوائز التشجيعيه وايه التعب اللي كان وراها وايه هي احلامهم للي جاي بعد الفاصل. لسه
لسه مكملين كلامنا ستات ما يعرفوش يكذبوا مع قصص نجاح وراء جائزة الدولة التشجيعية للستات الأمارات اللي زي الشربات اللي منوريننا في الاستوديو سهى وولاء وباسنت. والحقيقة يعني احنا كنا بنتكلم في الفاصل ولن أخفيكم سرا، سمعت كده انه كل واحدة فيهم غير ان هي بتشتغل على حلمها، لا كمان ده كانت فاتحة بيت وأم وزوجة وولاء بتقول كانت مع كل خطوة بخطيها كان بيبقى في بيبي، فما تلككتش وما تحججتش وما قالتش ما ينفعش، صح؟ صح طبعا. كان بيبي بقى ما شاء الله. كل خطوة هم طبعا. أنا عندي ثلاث أولاد كريم ومريم ولينا ما شاء الله. وأنا باخد الماجستير كنت حامل في كريم، وأنا باخد الدكتوراه كنت حامل في مريم، وفي زمن الكورونا كنت حامل في لينا، واحنا بنشتغل في الشغل والمشاريع بتاعه الجايز ما شاء الله. هنعرف بقيه ضيوفنا عندهم ايه وبيعملوا ايه. بس بمناسبه الكورونا، انت عملتي مشروع النانو تكنولوجي الاخضر للحمايه من كورونا، كلمينا عنه برضو ده. دي كانت مبادره نازله من اكاديميه البحث العلمي ايام الكورونا، كانوا بيحاولوا يجدوا حلول سريعه لحل المشكله. فده كان مشروع مدته 9 شهور، كنا بنحاول نستخدم النانو تكنولوجي في حاجتين، العلاج والكشف. يعني احنا كنا محتاجين نطلع ماده تتحط في المول، تتحط في المدرسه، تتحط في المطار، لمجرد انه يبقى فيه فيروس موجود في المكان او احد الاشخاص المصابين تدي اختلاف في لون معين يخلي الناس تعرف انه في انفكشنز بتبدا تعمل، عشان نعمل حمايه، حمايه للاشخاص. المميز في المشروع ده، وده كان بالتعاون مع زملائنا كانوا شغالين في المستشفيات اللي بيتعاملوا مع فيروس كورونا، ومعانا زمايل كمان من جامعه جنوب الوادي كانوا شغالين على نفس المشروع، ان المواد اللي احنا كنا بننتجها احنا ما كناش عايزين مواد كيماويه مش عارفين اثارها، خاصه ان الوقت ده للدراسه طبعا. فكنا بنطلع المواد النانو دي من الشاي الاخضر والشاي الاسود، من الليمون، من الاسوس، كركديه، عشان ما تخرجيش من مشكله، عشان ما اخرجش من مشكله لمشكله. صحيح. بنحولها لمواد بقى كيميائيه بنستخلصها منها بطرق معينه، ونحولها للمحاسات او السنسورز اللي تقدر تقول لنا، وفي نفس الوقت نقدر نعالج بيها. فكان من اشهر الحاجات اللي كانت طالعه من المشروع النانو جل، اللي بعد كده انتشر بقى موجود في كل مكان للتعقيم وللحمايه من الفيروس بتاع كورونا. كويس، معلومه جديده لينا برضو عشان لسه ما زال في كورونا. بالظبط. سهى ما شاء الله عندك ولدين. مظبوط. مراد وسليم. مراد وسليم، تحسي ان مراد وسليم بيه. اسامي بشوات كده. بشوات. بشوات. مراد 9 سنين وسليم 6 سنين. ما شاء الله. يعني هم كانوا اطفال صغيرين ساعه لما انت كنت بتشتغلي على المشروع بتاعك فترات طويله. صحيح. اكيد التجربه كانت صعبه. انا عايزه برضو كمان اروح لباسنت وهي عندها كانت بيبي. كنت حامل وقتها؟ كنت وانا بشتغل في الترجمه حامل في البيبي. وبتشتغلي من البيت؟ انت عندك نور عشان بس يسمع اسمه لا يزعل. يعني عندك نور. كنت بتشتغلي من البيت بقى عشان ما تسيبيهوش في مرحله صعبه؟ يعني ما هو مرحله بقى الحمل وتعب الحمل وبعد كده الولاده، وكنت مكمله برضو بعد الولاده شويه. مين اللي كان بيساعدك تقولي له شكرا دلوقتي على النجاح ده؟ انا يعني اقول شكرا لماما الله يرحمها طبعا. طبعا. واختي اسمها يمنى، ربنا يخليها، وجوزي اسمه محمد. حقيقي يا محمد معانا، وحماتي واخت جوزي، هم دول اللي كانوا بيساعدوني بصراحه. حقيقي السند مهم لاي ست بجد عشان تقدر تخطي خطوه. لازم مش مهم هتقابل ايه في وشها قد ما مهم مين اللي واقف في ظهرها. فده مهم جدا. العيله كمان، يعني الحما واخت زوجك، يعني ما شاء الله حما بتساعد على النجاح وبتشيل عنك. جميل. نموذج. احنا برده بنبني يعني للنور برده عشان لما يكبر يحس كده ان مامته وباباه حاجة كويسة في المجتمع، مواطنين صالحين. يعني يفخر بينا، يبقى هو عايز كمان يعمل حاجة للوطن ويخدمه. صحيح. طيب أنا عايزة أروح لولاء مرة تانية. وأكيد أنه في لحظة، عارفة اللي هي اللحظة القاسية اللي بتيجي في نص المشروع، فالواحد يقف قدامها يقعد يعيط شوية فيتسلل اليأس كده إلى نفسه، ثم يقوم رازع الباب في وشه ويقول له لا بتقولش حوار كده بيحصل لما حد يكون بيشتغل على حاجه وبيتعب فيها. ان مفيش حد بيقدر يعمل كل حاجه لوحده، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا ان احنا نبقى مع بعض. صحيح. فمحدش عمره هينجح لوحده، يعني انا كنت من المحظوظين واعتبر ان دي نعمه من ربنا، ان انا سواء البيئه العائليه او بيئه العمل كلها مشجعه. يعني انا في البيت انا والدتي حلم حياتها دايما نشوف بنتي انجح حد في الدنيا. زوجي يعني في حاجات كتير جدا ممكن يقوم بيها مكاني، دايما بيساعدني، دايما بيسندني. ماما وزوجك دول اكتر 2 مؤثرين في حياتي طبعا.
على صعيد العمل يعني البيئه نفسها اللي احنا بنشتغل بيها، انا بقول لحضرتك احنا في كليه بتدعم جدا البحث العلمي، عميد الكليه عندنا الدكتور احمد الشريف بتاعت كل الناس، دايما بيحب الابتكارات، خرجنا بره الصندوق. زمايلي يعني مشاركين معايا في البحث، وانا طبعا بشكرهم كلهم، سواء اللي من عندنا من الكليه الدكتوره سهى عبد الوهاب او دكتور سامح طاير، او حتى طبعا دكتور احمد الشريف كان احد العوامل القويه في البحث ومعانا على البحث. زمايلنا في المركز القومي للبحوث الدكتور جمال كامل والدكتور علي السيد، كلنا تيم، اللي هو لو واحد فينا وقع، لو واحد فينا حصل له مشكله بنلاقي الباقيين بيساعدوا والباقيين عايزين نكمل. انا عايز اسالك يا ولاء اكتر، احكي لي على اللحظه القاسيه او اللحظه الصعبه او لحظه الياس اللي ما فيش بني ادم ما بيعديش بيها وهو بيشتغل على مشروع او بيشتغل على حاجه وبيتعب فيها. كلنا بيجي لنا اللحظه اللي بتلاقي حضرتك المشاكل كلها قدامك، انا مش لاقي فند، طب هكمل ازاي؟ طب انا مش لاقي تفسير، طب المواد اللي احنا شغالين عليها مش راضيه تطلع، طب التطبيق، وخاصه انك تنقلي حاجه من جوه معمل لحاجه على الارض بتتوصف على كيان كبير، دي حاجه مش سهله. عندك معمل في البيت؟ لا للاسف، وما ينفعش. ركنة. لا ما ينفعش، احنا التخصص بتاعنا كيمياء، بيطلع بخيره، بيطلع مستحيل انك تعرضي بيتك او اولادك للكلام ده. طب انت لو جات لك فكره وعايزه تطبقيها حالا دلوقتي قبل ما تتنسي، ما اعرفش انا مجرد ان انا بفتكس يعني، بتروحي المعمل بسرعه تشتغلي يعني؟ هو اي فكره بتيجي في دماغنا لازم الاول بتتحط على الورق بلان. البلان دي ممكن اول ما تخشي المعمل تتغير نتيجه الحاجات اللي طالعه معاكي. تمام. وممكن في زميل تاني يقول لحضرتك مثلا في التيم بتاعك، وعشان كده احنا دايما بندعو ان احنا نشتغل في تيمز. انا ببقى شايفه حاجه كحد انا بتاع كيمياء، ممكن يجي المهندس يقول لحضرتك الكلام ده ما ينفعش. يجي الدكتور يقول لحضرتك لا والله الكلام ده ممكن يبقى ليه سايد افكت. فكل حاجه بتتنقل على الورق ويتحط لها خطه منظمه، يتحط لها اليه التنفيذ وتبدا تتطبق على الواقع لحد ما بيطلع النموذج الاولي اللي نقدر نطبقه في اي مكان. رحله طويله من الكفاح. سهى انت قلتي في الفاصل انك انت نفسك تترجمي وتتعاملي مع باسانت عشان تترجمي مشروع يعني لغات تانية اخرى. يعني انا فعلاً كان عندي تشتغلي عليه؟ نفسي فعلا يعني فكره طموحي في مشروع نجوم ماسبيرو، يعني انا يمكن اتحقق جزء منه اللي انا حاولته، الافلام الوثائقيه. لسه كنا عاملين عرض خاص مهم جدا للاعلام الكبير الاستاذ حسن حامد، وحضروا الكينج محمد منير في دار الاوبرا. بنحيي طبعا كل الناس اللي حضرت، والاستاذ حسن، مدام سميحه، وطبعا قطاع القنوات المتخصصه، يعني هو اللي انتج هذا الفيلم. وانا قمت باعداد وفكره هذا الفيلم، فسعيده ان انا حاولت يعني نجوم ماسبيرو كان حلم من احلامي فعلا اللي انا احوله لحاجه مرئيه تصل لكل الناس، يعني كل فئات المجتمع. فنفسي عندي حلم تاني برضو احققه اللي هو الترجمه بقى، يعني حتى من اعلاميين الكبار اللي انا حاورتهم يعني قالوا لي يا ريت هذا المشروع يتم تحويله لترجمه اللغه الانجليزيه والفرنسيه. فاتمنى نجوم الاعلام بتوعنا طبعا. انا بس عايزه ازود في ثانيه واحده، هو انا مش بوثق مشوار رواد الاعلام فقط، لا انا من خلال حواراتي معاهم بوثق تاريخ الاعلام المصري، تاريخ مبنى ماسبيرو، تاريخ الاذاعه المصريه، يعني المراحل اللي مر بيها، كل حاجه، تخيلي ما بين الاجيال وبعضها بالظبط. يعني الاذاعيين اللي هم غطوا مواكب الرؤساء عبد الناصر والسادات، اللي شاركوا في الثورات العربيه، اللي هم كانوا ثورات العربيه زي الجزائر والمغرب وتونس، كانت الاذاعه المصريه هي كانت صوت الثوار. فانا بنقل كل ده من خلال حواراتي مع رواد الاذاعه والتلفزيون، ليس فقط بنقل توثيق مشوارهم بس، لا انا بنقل التاريخ، الاحداث السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي مرت مصر من الخمسينات لحد وقتنا هذا. فدي اهميه يمكن المشروع. اهميه الجائزه دي ان انتوا تحت ال40، يعني ممنوع فوق ال40، يعني الدوله بتهتم بالنهارده بالنساء. كان الاول مثلا بتبقى 50 60 70 خلاص، يعني اللي هو التقدير اللي هو يعني في منتهى الحياه، يعني في اخر الحياه، لكن احنا في عز الشباب ونتكرم، دي حاجه ليها قيمه. وانا كنت برده عايزه اكمل على كلامها ان احنا ممكن برده كمان نترجم الافلام الوثائقيه. يعني تبقى خطوه برده ان هم يعني يبقى يشوفوا بقى صوت وصوره، بدل تعاون بيننا بقى ان شاء الله، بدل ما يقروا كتاب بس، يعني يبقى في صوت وصوره وموسيقى ده مهم قوي. بص بص يا لا، هم عشان هم عندهم فكر وعندهم رؤية ورأي وجهة نظر، وإحنا قاعدين يعني نقدر نعتبر إن دي قاعدة عمل، من هنا اتولدت فكرة جديدة ما بين سهى وما بين باسانت، إنه يقدروا يعملوا عمل مشترك ما بينهم. وجميل جدا إن إحنا نترجم قصة أو مشوار الإعلاميين المصريين وتاريخ ماسبيرو، ترجموا لغات مختلفة إن هي تتعرض للعالم يشوفوا تاريخنا الرائد كإعلام مصري. وأنا بعتبر الترجمة جسر.
طبعا والعكس صحيح برضو. يعني هل يعني احنا ممكن برضو من عند الدكتوره ولاء نترجم حاجه تكون نعرضها برضو؟ صحيح. ممكن نلاقي مثلا تجربه في دوله تانية فنجيبها هنا عشان تخدم مصر يعني. يبقى فيه كده ده جميل قوي. وده كنت عايزه اسال فيه سهى كمان، هل انت عندك فكره ان انت تنقلي حتى تجارب الغرب لينا؟ يعني بعض الاعلاميين والاذاعيين في الغرب تشوفي مشوارهم، اكيد ان ده طموح عندك برضو. بصي، هو طموح جالي بالنسبه للعرب، يعني الاعلاميات العرب. مين يعني من العرب او من الاجانب؟ لا يعني لسه كنت بعمل عمليه بحث حتى مع شعبه الاذاعيين العرب، اللي انا عايزه اعمل يا مثلا الكويت اشهر الاعلاميين هناك، مثلا اليمن، يعني البلاد العربيه الشقيقه، تونس كده، عايزه اتعرف على اشهر الاعلاميين هناك، وبحيث ان انا حتى اتواصل معاهم او اقابلهم. يعني انا دايما كنت حريصه فكره المقابله، يعني انا من خلال 90 شخصيه ما عملتش حوار بالتليفون. يعني كنت حريصه ان انا اقابل الشخصيه جدا، اقعد معاها بالست سبع ساعات اكتر من جلسه. فانا حابه ان انا اوثق. مين تحديدا في العالم انت نفسك تبتدي بيه او نفسك انك تعملي حوار معاه او معاها؟ لا بصي، كتير قوي يعني، مش عارفه اقول مين. يعني لو جورج كرداحي مثلا من الناس اللي انا يعني طبعاً اتمنى ان انا حتى اقابله، اتعرف اكتر على مشواره. دريد لحام مثلا. لا، في ناس كتير قوي في ذهني، بس لسه انا بشتغل فكره البحث اكتر. يعني بحب فكره ان انا ارصد، يعني ابحث وبعد كده ارصد الاسماء، وفكره الوصول اليهم دي اعتقد بتكون ابسط حاجه. وانت بتبحثي وبتدوري وبتتكرمي. مراد بقى وسليم، مين اللي بيهتم بيهم؟ مين اللي بيساعدك؟ مين اللي هتقولي له شكرا النهارده؟ لا بصي، هقول طبعا بعد شكرا لربنا، شكرا لوالدتي، ثم والدتي، ثم والدتي. يعني هي ظهري حقيقي، وبهدلها كل حاجه يعني ربنا كرمني بيها. هي بسبب وجود مامتي، هي اللي كنت بسيب معاها اولادي كانوا صغيرين. بقعد بالعدد ساعات كتير قوي خارج البيت، بقعد كتير قوي في مع اللابتوب افرغ الحوارات، الندوات، حفلات التوقيع. فهي رقم واحد. رقم اتنين طبعا ولادي وجوزي المهندس محمد شوقي، بشكره جدا. هو فعلا زي ما دكتور ولاء قالت، يعني هم قام بحاجات انا المفروض كأم وكزوجة اقوم بيها خلال السنين اللي فاتت. يساعدك ويتنازل عن حاجات، ويتنازل ودي التمارين ويعمل ويذاكر شوية للولاد. فبشكره اكيد. وطبعا الشكر لكل حد دعمني بكلمة. انا عايزة اقول، انت استاذة ايمان قالت كلمة لدكتور ولاء مهمة جدا، فكرة اليأس والصعوبات. احنا قابلنا حاجات كتير قوي، يعني فكره اللي انت تشتغلي على مدار سبع سنين بشكل متواصل حوارات، وتعمليها في كتب وتنشري وتعملي، ده فعلا اكيد بتيجي فتره بتقعي. فاللي بيسندي تاني هو الناس اللي حواليكي والمؤمنه بيكي. صحيح. فاي حد كتب عني، اي حد قال لي كلمه طيبه، فانا بشكره. طبعا بشكر مجله الاذاعه والتلفزيون اللي هو بيتي في الاول وفي الاخر يعني. واحنا بنشكركم جدا على وجودكم معانا، وعلى ان انتم حقيقي صوره مشرفه لمصر ولكل ست او بنت مصريه، وكل ست وبنت بتتفرج علينا دلوقتي. مفيش حاجه صعبه، بس انوي واسعي واجتهدي وابتدي، وان شاء الله ربنا يوفق. شكرا ليكم، نورتونا وشرفتونا ورافعين راسنا دايما. شكرا. وبنستنى منكم بقى المزيد ان شاء الله. ولاء وباسنت وسهى، شكرا ليكم. النجاح امرأة فعلا، زي ما قلت من شوية، الست ممكن تكون بتقابل صعوبات وعقبات وتحديات كتيرة في حياتها، بس مش مهمة هي هتقابل ايه في حياتها، المهم مين اللي واقف في ظهرها، هو ده الأهم. شكرا ليكم. هنروح لفاصل، بعد الفاصل مع نور البرنامج الحاجة ياسمين الحصري تكون معانا منورانا. وصلت 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 بعد الفاصل إن شاء الله.